رائع. 130 مباراة جمعت بين هالفريقين، وعم نحكي عن بطولة لبنان لكرة السلة، تاريخ كبير لهالناديين يلي عندهم أكبر قعدة جماهيرية، وهيدي القعدة عم تكبر يوم بعد يوم. اليوم رح نعيش نحن وياكم اللقاء 131، وهالمرة عم تكون بملعب غزير، ملعب المنارة هو أكثر ملعب استضاف هيدي المواجهة، هيدا الدربي يلي يسمى دربي بيروت، ثاني أكثر ملعب استضاف دربي بيروت هو الملعب الموجودين فيه اليوم يلي فول هاوس ابتداء من الساعة 2:00، الملعب كان انطلق بشكل كامل. دربي بيروت اليوم بغزير صاخب بشكل كثير كبير، والمواجهة من الناحية الحسابية مواجهة ما بتخلص، حسابات كثيرة بعد ما في شيء انحسم بالمراكز، المراكز الأربعة الأولى لنشوف كيف رح تنقسم المجموعات، مين رح يكون بالجروب أي، مين رح يكون الأول والرابع بالجروب أي، مين رح يكون الثاني والثالث بالجروب بي، كل هالأمور رح نتعرف عليها اليوم بالجيم بمواجهة واحدة، مواجهة الحكمة والرياضة بملعب غزير. صار وقت روح لزميلتي جاجا. مساء الخير جاجا. مساء الخير غياث، معي علي مزهر. هاي علي. هاي. شو هالاجواء الحلوه هيدا؟ يعني عن جد انا حاسه بدي فوت العب معكم. هذا ملعب غزير، نادي الحكمه دائما جيم ديربي، وي يوست تو ذس. ان شاء الله اليوم ما نخيب لنا املهم ونقدر نربح الجيم. علي، فريق الحكمه صار هيك بينه كامستري كثير حلوه، وانتم الوحيدين ما غيرتوا اجانب ولا شيء. اليوم ما فينا ننكر انه غياب باتريك رح ياثر، خاصه انه ديفنسفلي هو في يلقط هايك اكثر شيء، كيف عملتوا ادجستمنت على هذا الموضوع؟ هيك عندنا كذا بلان اي بلان بي، بس بعتقد الشباب بعتقد الشباب حيكونوا قد اليوم وردي، عندنا كذا اوبشن نقدر نلعب على الديفنس وعلى الاوفنس، فان شاء الله عملت نقدر نتوفق والاحسن يربح اكيد. ديفنسفلي اذا تركتوه لاميري يحط شوطاته راح الجيم. هيك مخارو حيساعدنا اليوم ان شاء الله يهتم فيه. بعده عم يكبر. يلا امير، يعني اول شيء كيف حاسس حالك؟ مش هين اللعب بهذا الشيء؟ كانه عايش بماي اون بابل صراحه، لما تلبس الماسك بتصيري هيك بكونتينر. صراحة بتضايق بس اتس فاين، وي غانا تراي اور بيست، يعني انا حجرب ساعد قد ما فيي، ما حبلش حفوت اوف ذا بنش وان شاء الله اقدر اشوف مزبوط، ومهم ما اكل ولا طرق عليه. امير، يعني ما فينا ننكر انه فريق نادي الرياضي عم يقطع كثير بابس اند داونز، بعد يعني اجنبيين سوا ما مشيوا معكم ولا مرة، كامستري وايز بدكم بعد وقت، أول شيء كيف حاسس ميرفي بالتمرين؟ صراحة كثير لعيب اونستلي، يعني هداف من طراز عالي وهي ونس تو سكور، اهم شيء نحن نوصل له طابه وندعمه ونساعده. انتوا كمان بتحب بس هو هيزا عن جد هيزا تالنت، يعني حرام تجيب تالنت ما تجيبي له باس اونستلي، ولازم يساعدنا، واذا هو قال له بيقدر يصير يفتش علينا بنصير كثير دينجرس تيم، اهم شيء تو شير ذا بول. وديفنسفلي قدام راكزين، يعني كليف انا على طول هيدا بقولها بس ما فيني ما اقولها، كليف هيز ذا بيست بيج جاي ان ذا ليج، قدامهم يعني ما تخلوا الحكمه يلعبوا لعبتهم. سو حسب ما انتبهنا انه كليف منه قوي 1 اون 1 قد ما هو قوي تيم ديفنس، يعني لما يعمل بيك ويعمل رول ويجيب اوفنسيف ريباوند هيدي اوتو، فنحاول قد ما فينا نخبطه نعمل فاولات سبيشال من الجارد ما يقدر ياخذ هول ايزي باكتس. بيست اوف لوك وثانك يو سو ماتش امير. يعني غياث الجيم بتحكي عن حالها، ما في لزوم زيد شيء. لا هيدي لا هي ما بوافق عليها، هيدي ما بوافق عليها. لنشوف شو رح يزيدوا المدربين. رح نبلش مع المدرب الضيف المدرب احمد فران. مش غريب عليك تلعب بملعب غزير بدربي بيروت اليوم، الدربي كمان كثير مهم بالنسبه للترتيب، صح، وعم تقتربوا انت والحكمه تكونوا بنفس المجموعه بالثاني راوند. صحيح. كيف محضر جيمك مع لاعب جديد يلي هو كيفن ميرفي اللي بتعرفه من الدوري الكويتي؟ اكيد، هلا كيفن صاروا عم يتمرن معنا تقريبا 7 8 ايام، يعني صاروا بلبنان، كان في مشكله بموضوع الريليز، الحمد لله انحلت، وبس اصابه علي كمان اثرت علينا، ماتش الانترانيك استنزفنا اصابه امير واصابه علي، ما تمرنوا كل الاسبوع، فنحن اليوم جايين نلعب كل شيء عندنا، ما في شيء، يعني بعد عندنا جيمتين بمرحله الاياب، يا بنخلص ثاني يا بنخلص ثالث او رابع يمكن نخلص، فكل الامور بعدها وارده، بدنا نجرب قد ما فينا، دائما اللعب بغزير صعب، حد جمهور الحكمه بخلوا اي فريق ما يكون مرتاح، ان شاء الله نلعب الجيم تبعنا دفاعيا وهجوميا ونقدر نربح. يلا بوفق كوتش جاتوزو، يعني اسم الله
اتملى الجمهور وطاقم وضغط كثير كبير. غياب باتريك محمود قد ايه ممكن ياثر اليوم بالجيم وكيف محضر للرياضي مع كيفن مارفي؟ هيك اكيد غياب باتريك محمود حياثر علينا على الناحيه الدفاعيه. كان باتريك عم يشيل كثير ثقل للفريق، هو الوحيد عندنا اياه بالفور بوزيشن. اليوم بلشين بجون مارك. برجع بقول لك بوعد شغله واحده، انه رح نعطي كل اللي عندنا، نلعب بقلب كبير، دفاعيا محضرين، هجوميا محضرين. فريق رياضي فريق كثير منيح، واللي بيتوفق احسن راح يربح. يلي بيربح اليوم بيناتكم رح يستفيد من الهوم كورت ادفانتج للادوار المقبله، مباراه عندها اهميه كبيره بالهوم كورت ادفانتج، انتم كيف حساباتكم؟ نحن غياس انت بتعرف كل جيم نربحها، كل جيم نلعبها بدنا نربحها، حتى بالفرندلي بنفوت بمنتاليتي بدنا نربح، ما عندنا العقليه، اكيد هوم كورت بدنا اياه، بس برجع بقول لك حيلا جيم نلعبه فايتين نربحه. يلا موفق كوتش، يعني ما عم بقدر ما اسمح حالي، هيدي هي الاجواء. رح نشوف التشكيلات الاساسيه للمدربين، وعند المدربين في تغيير، والسبب هو الاصابات يلي حكي عنهم المدرب فران والمدرب جاتوزو. اذا عم نشوف التشكيلات الاساسيه. جومار جروش بلش اليوم اساسي الى جانب كليف الكسندر، علي مصر، كارمن روش، سيرجيو درويش بوجههم، كريم زينون الجيتاريست، وائل عرقشي، هايكي جوكشيو، دانيال اوشافو، واللاعب كيفن مورفي. اول مباراه راح تكون له بسلب بطوله لبنان لكره السله. اذا ما عم بقدر ما اسمع حالي قد ما عم يكون في ضجه بارض على المدرجات، ضغط ضغط مخيف عم بيكون. ملعب غزير مثل ما عرفنا من الساعه 2 انتلى بشكل كامل، جمهور كبير، ويمكن لو في ثلاث ملاعب اكبر من ملعب غزير انا اكيد كان اليوم انتلى. في طلب كان مخيف لحضور هالمباراة، يعني نحن يلي عايشين بهيدي عائلة كرة السلة بنحس بهالشيء، ومنأكد انه هيدي المباراة يعني محضورة بشكل مخيف. هاشتاج المباراة هي اس ا جي بي اي. اذا الهاشتاج اللي متواصل نحن وياكم فيها مشاهدينا على تويتر اس ا جي بي اي، ما تنسوا رح يكون عندنا تكنو اللاعب افضل اكثر تاثيرا بالجيم، رح يكون عندنا كمان سوبر دوكان هاف كورت شوت على الهاف تايم، والنشيد الوطني اللبناني افتتاحا. النشيد الوطني اللبناني، ومن بعدها نشيد فريق الحكمة. مخيفة عم تكون بملعب غزير قبل اللقاء المنتظر، اللقاء الكبير اللي رح يجمع فريقي الحكمة والرياضي. تشكيلات الأساسية
يلي اختارها المدربين صاروا على ارض الملعب. الحكام المباراه الثلاثه عم شوف بولس ايب، عم شوف زياد طنوس، عم شوف رباح نجيم، هن الحكام اللي راح يقودوا هيدي المباراه الكبيره المنتظره بين الفريقين. هاشتاج المباراه اس جي ار اي جريك، هيدي الهاشتاج مشاهدينا يلي عم تتابعونا عم تشوفوها امامكم على الشاشه على تويتر، كلكم عم تتابعوا المباراه. مسجز بالالوف اجوا من خارج لبنان، الجمهور اللبناني والجمهور العربي كله ناطر هيدي المباراه. تابعونا، تواصلوا نحن وياكم على هيدي الهاشتاج من وين عم تتابعوا دربي بيروت من اي منطقه من لبنان من اي بلد بالعالم. والمباراه عم تنطلق، الكيبل كام بتفرجينا اول لقطه بالجيم والبوزيشن الاولي لصالح فريق الحكمه مع علي مزهر. كارمن روش عم يدافع عليه كريم زينون، من انطلاق الجيم نبلش كريم ليدافع عليه كارمن روش، بينقل الطابه لجهه الجروش، التسديده الثلاثيه ما بتنجح والبوزيشن لصالح فريق الرياضي. وائل عراشي يعطي هاي، عم يدافع عليه جومار، شوفوا جومار كيف عم يدافع على هاي، عنده اليوم فرصة كبيرة جومار جبروجي يفرشي حاله، بلش كلاعب أساسي على البوزيشن فور بمواجهة هاي كينجوك شا، وائل عراشي بيخترق بيمرر الطابة عم تضرب التسديدة من كافن مارفي، كافن مارفي بسجل أولى نقاط المباراة وأولى نقاطه الشخصية بسند بطولة لبنان لكرة السلة. من الأبتمت الأولي كيفن مورفي عم يسجل، سيرجيو درويش عم يدافع عليه هاي، سيرجيو بيخترق، سيرجيو الدرويش برد، الدرويش برد وبيسجل أولى نقاط النادي الأخضر، بنزل فيلا لنقطة. وائل كمان كيفن مورفي، كيفن ميدرين شوت هالمرة ما بينجح، أفضل ريباوندر من الليغ اللبناني ليف ألكسندر بلم الريباوند الدفاعي علي مزهر. علي بيعطي الجروش كيفن مارفي هو اللي عم يدافع على علي مزهر، شوفوا الفرق السايز. كمان سيرجيو بجرب يلعب على العراقجي بيسجل الدرويش، شو هيدا يا سيرجيو، الدرويش عم يسجل نقطة الرابعة، يعطي أول تقدم، أول تقدم للنادي الأخضر العراقجي. وائل ما بينجح الرهيب، الريباوند دفاعي لكليف الكسندر، الفاست بريك علي مزهر بمرر جومر روش بياخد التسديده الثلاثيه، المحاوله الثلاثيه ما بتنجح وعلي مزهر بلم الاوفنسيف ريباوند. علي مزهر عنده بعد ثانيتين، علي مزهر بمرر جومر التسديده ناجحه هالمره، الثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة لجروش، سدد مرتين ما سجل، هالمرة المزن ببرر، جومارك بيعطي التقدم أربعة لصالح فريقه الحكمة. كيفن مورفي بطلع الطابة لبرا، دانيال أوشوفو عم يجرب يلعب على كليف ألكسندر، الريباوند دفاعي لكليف، ثالث ريباوند لأفضل ريباوندر من الليغ اللبناني، علي. علي مزهر عم يرسم الخطة الهجومية، سيرجيو درويش بجرب يعمل سبين موف، لكن كريم زيمون بيرتكب الخطأ الزيمون. شوفوا جمهور فريق الحكمة اللي عم يتفاعل مع بداية قوية، قوية جدا لصالح فريق الحكمة بهالجيم. اثنين فري ثرو للدرويش. 75% نسبته، بضيع المحاولة الأولى. برجع بذكركم بهاشتاج المباراة اس جي ار اي جريج على تويتر. بسجل المحاولة الثانية سيرجيو، نقطته الخامسة. حكمي عم يتقدم بفرق خمسة. سيرجيو هو اللي عم يدافع على كريم، كريم زينون، كريم يخترق كريم زينون. بوزيشن بتبقى لصالح فريق الرياضي. المدرب احمد فران. اوت اوف باونز. عم يغيروا دفاعهم، عم يغيروا دفاعهم لدفاع منطقة. تسديدة ثلاثية من هاي والريباوند. هالمرة
من كارمن روش لنشوف القرار. الحكم في خطأ لصالح فريق الرياضي، الحكم عم يحتسب خطأ من اللاعب جو مارك جروج. شفتوا شو صار؟ كانوا عم يلعبوا مان تو مان على الانباوند، غيروا دفاعهم، وهيدول الامور تكتيكات بيتحضر عليها الفريق، مش بقرروا بالجيم يغيروا دفاعهم. كيفن مارفي، كيفن بنزل الطابه، وهون في تورن اوفر، في تورن اوفر على كيفن مارفي مع انطلاق المباراه اللي بعده. فريق الحكم متقدم فيها بفرق خمسه. شوفوا بالريبلاي، شوفوا الضغط اللي قدر عمله سيرجيو درويش على كيفن، جبروا بالتورن اوفر. المزهر بمر لكارمن روش، كارمن روش بيخترق دانيال اوشوفو، بيعمل البلوك شوت ممتاز. دانيال اوشوفو ممتاز، دانيال اوشوفو بالبلوك شوت يلي قدر عمله. استرجع الطابه فريق الرياضي، كيفن مارفي ما بيسجل المحاوله، البوزيشن لصالح كمان فريق الرياضي. تيم اوفنسيف ريبوند للاصفر. المدرب جاتوزو اوت اوف باوند مع وائل، كمان العراجي، وائل بيعطي كيفن مارفي، كيفن مارفي بيخترق الفلوتر، بسجل كيفن مارفي، بسجل النقطة الخامسة لإله، هو مسجل كل نقاط فريقه، الفارق بينزل لثلاثة. شوفوا كريم زينون فول ديناي على كارون روش، فول ديناي على كارون، ما عم يخليه أبدا يستلم. التسديدة من كارون كمان ما بتنجح هالمرة، مارفي هو يعني بلم الديفنسيف ريباوند. وائل علي مزن هو اللي عم يدافع على وائل، طابة بتطلع لبرا، كمان وائل، العراقجي وائل عليه ضغط، عليه ضغط مارفي، بيعمل فيك، بياخذ تسديدة، ما بسجل الريباوند الرابع للاعب كليف الكسندر. دفاع فريق الحكمة عم يكون ممتاز، عم يعرفوا يتعاملوا كثير منيح لهلا مع لاعبي فريق الرياضي. سيرجيو درويش خطأ، خطأ لصالح سيرجيو. اوت اوف باوندز، اللاعب اسماعيل احمد اللي ممكن يستعين فيه باي لحظه المدرب فران. تحت السله ما بتنجح المحاوله من الدرويش، دانيال بلم الديفنسيف ريبوند، دانيال وائل عراقجي ما بيسجل، العراقجي لكن في خطا، في خطا قبل ما يسجل كيفن مارفي، في خطا لصالح وائل. بالاعاده عم نشوف الخطا من كليف الكسندر. اثنين فري ثرو لوائل، المحاولة الأولى بسجل العراقجي، أول لاعب غير مارفي بفريق الرياضي بسجل نقاط. 72% لسبته ببطولة لبنان على الفري ثرو، هداف الدوري اللبناني بين اللاعبين اللبنانيين، عم يسجل أولى نقاطه بالجيم من اثنين فري ثرو، بنزل الفرق لنقطة 8-7. كارمن روش، سيرجيو درويش، تبقى البوزيشن، تبقى البوزيشن لصالح فريق الحكمة. كل السلامة لكيفن مارفي، ما بعرف شو صار مع كيفن، رح نرجع نشوف بالريبلاي شو صار. هون الدرايف كانت من اللاعب سيرجيو درويش، في خطأ احتسبت اوت على كل الأحوال، ما بعرف شو صار، في احتكاك الظاهر بيّن، ما في شيء مهم، ما في شيء يعني قاسي. على سلامة بتمرق على كيفن مارفي. اوت اوف باونس، علي مزهر عم ينبش على التمريرة، علي بمرر لكارون روش، كارون من جديد للمزهر يلي عنده 9 ثواني بهالهجمة. وائل هو اللي عم يدافع على المزهر. شوف هون الحكم
بتصور احتسب يمكن دقت بقدم احد لاعبي الفريق الرياضي. بنعمل ريسات 14 ثانية. ام تي في لاب سبورتس على كل البلاتفورمز، انستا، فيسبوك، تويتر. وبيروت سيتي ميدري شوت ما بسجل كليف الكسندر، الريباوند لهاي. اول ريباوند لهاي كيك دوك شوت. دانيال دانيال اورشفور وائل بمرر، كريم زينون بسدد عن الارك، بسجل الزينون، بسجل عن الارك اولى نقاطه بالجيم، وبيعطي تقدم نقطتين لصالح فريق الرياضي. سيرجيو درويش محاوله ثلاثيه كمان ما بتنجح، وائل عراجي على الديفنسيف ريباوند. العراجي وائل يعطي برا هاي كينج اوف شو، كيفن مارفي كمان تسديده ثلاثيه، كليف الكسندر حاسم على الريباوند الخامس لكليف. كارمن روش بيستعمل سرعته، بروح على السله بسجل كارمن، يسجل اولى نقاطه كارمن روش، بيعدل الارقام من جديد، الدربي عم يتعادل من جديد. كريم زينون كمان درايف على السله، بسجل الزينون، بيسجل الزينون نقطه الخامسه وبياخذ الخطا. بالاعاده عم نشوف كيف سجل كريم زينون مع الخطا، اعطى التقدم نقطتين وهون عم يضيع الفري ثرو. كارمن روش على الديفنسيف ريباوند، افضل سكور بالجيم ثلاث لاعبين بخمس نقاط. كارمن روش، لا كارمن عنده نقطتين، خمس نقط لسيرجو، خمسه لزينون، خمسه لكيفن مارفي. كليف الكسندر يعطي المزهر علي ميدري شوت ما بسجل المزهر، كيفن مارفي بيطلع هو بالطابه، كيفن مارفي الحكم بيقول في باسكت، كاونتد لصالح كيفن مارفي وبياخذ الفاول. ريبلاي عم نشوف كيفن كيف طلع بالطابه، سجل واخذ الخطا. سبع نقط لكيفن مارفي، رياض عم يتقدم بفارق أربعة حاليا. طبعاً قريبة. كان عنده 76% برسنتج فري ثرو، هون الطابة اير بول، بوزيشن بتروح لصالح فريق الحكمة. مع نادي قزمة ببطولة وصل كان عنده 76% برسنتج. بوبو على أرض الملعب بدلاً من جو مارك. سيرجيو درويش يعمل البيك، كليف الكسندر بروح على السلة لصالح كليف. شفنا البيك اند رول كيف انلعبت وكيف قدروا وصلوا له لكليف بالبينت. شوفوا بالاعاده البيك اند رول بين سيرجيو وكليف الكسندر، يعني كليف لما يتحرك بالبيك اند رول بفوت على السله بكل قوه بكل الباور يلي عنده اياها، صعب حدا يوقفه الا بفاول. بعد ما مسجل نقاط كليف الكسندر، الفري ثرو الاولي بسجلها، هيدي الفري ثرو رقم 115 لاله بسنبس بطوله لبنان، اولى نقاطه بالجيم. خمسه ريباوندز، بضيع المحاوله الثانيه، الريباوند لصالح هايكي جوكشا. باخر فتره تراجع البرسنتج عند كليف الكسندر، كان من افضل اللاعبين يلي بيسددوا كبرسنتج بسنبس بطولة لبنان. تقدم الثلاثة لصالح فريق الرياضة. أمير سعود على موعد التبديل بالماسك، مقطوعة من دفاع فريق الحكمة، الفاست بريك لمين؟ طابة كاد يخسرها فريق الحكمة، بيسترجعها سيرجيو درويش. سيرجيو كمان سيرجيو، شوفوا كريم زنون كيف عم يدافع عليه، بيعمل فيد اواي، بياخذ الخطأ الدرويش من الزينون،
بين الدرويش والزينون في مواجهه قويه اليوم بملعب غزير. شوفوا بالريبلاي، شوفوا كريم كيف عم يدافع، عم يدافع كثير منيح بصراحه كريم، بس قدر سيرجيو على اخر موف يسحب الخطا من كريم. هيدا تاني فاول على كريم زينون، بدنا نشوف اذا بسرعه. شفتوا المدرب فران بسرعه سحب كريم زينون واستعان بامير سعود لانه عارف اذا اخذوا منه الخطا الثالث رح يخسر المدرب فران ورقه دفاعيه كبيره جدا لصالح فريق الرياضي. كنا بنذكر شو عمل بادجار فوسا، بسجل الدرويش المحاوله الاولى نقطه السادسه بالجيم. كمان بسجل الثانيه، سبع نقط للدرويش. عم يلعبوا بلاعب ارتكاز واحد فريق الحكمه من انطلاق الجيم. كليف الكسندر واربع جار. شوفوا البريس، شوفوا البريس، البريس بتنجح ثلاثة على واحد وعلي مصر بسجل. المصر بلش عنصر المفاجأة يلعب على أرض الملعب، فاجأوهم بالدفاع الضاغط، قدروا جبروهم مصر أوفر، أخذوا سبيد فريق الحكمة. المصر بسجل، الحكمة بيتقدم بنقطة. مارفي تسديدة ثلاثية، البوزيشن البوزيشن كمان لصالح فريق الرياضي. شوفوا بالريبلاي اوت اوف باوندز او هون في رح يكون في تو فري ثرو. عزيز عبد المسيح عم يتحضر للدخول لارض الملعب. المدرب جاتوزو عم يعطي هون فرصه للاعبه عزيز عبد المسيح، بس على الاكيد هو اكثر لاعب بيستعرض بالدوري اللبناني يلي بكل مباراه عنده عدد كبير من الدانكس، بده هايلايتس لحاله. دائما الهاشتاج عم تشوفوه مشاهدينا، وهون كمان تورن اوفر. يسترجعوا الطابق فريق الحكمة بعد ما جبروهم بتر اوفر. عزيز عبد المسيح بيخترق، بتوصل لكليف الكسندر تحت السله، بسجل كليف البيت نقطته الخامسة بتمريرة حاسمة لعزيز عبد المسيح. وشافوه بيريحوا المدرب فران، الحكمة عم يتقدم بفارق أربعة. كيفن مارفي، كيفن مارفي بنزل الطابق لمين؟ لإسماعيل أحمد. شوف قرار الحكم، وهون اعتراض من المدرب غطاس في خطا لصالح فريق الرياضي. نرجع نشوف الاعاده. نرجع نشوف ال الاحتكاك اللي صار، خطا اذا لصالح اسماعيل احمد. اسماعيل احمد اللي عنده 75% برسنتج على الفري ثرو. مدرب قطاس ومساعده المساعد اليوناني ديمتريوس فارغونس. اسماعيل بسجل المحاولة الأولى. بسجل كمان السمعه، 2-2 على الفري ثرو. 11 فري ثرو صار عنده بالليج من 15 اتاب. دفاع منطقه، دفاع منطقه، عم يغيروا دفاعهم. المدرب فران عم يغير دفاعهم، عم يروح لزون ديفنس. كيف رح يتعاملوا مع لاعبين فريق الحكمة؟ كارول روش، كارول روش عم يستعرض الخطا قبل. شوفوا كاروين كيف قدر ياخذ الفاول، شوفوا الجاب يلي قدر لاقيه بدفاع المنطقه. هون الخطا، الحكم بيقول مانا كونتينيوس. شوفوا بالريبلاي بتكون عنده اثنين فري ثرو. كاروين نقطتين برصيده.
بضيع. كارفن روش يسترجعوا الطابة. تسديدة بوبو الثلاثية، وهون حاول عزيزي يوصلها لكليف الكسندر، تبقى البوزيشن لصالح فريق الحكمة. اللي عنده 10 ثواني، كارفن روش بيعطي كليف بغياب دانيال اوشوفو، ممكن يرتاح أكثر. تسديدة علي مصر من الداون تاون ما بتنجح، والريباوند كمان هجومي، الريباوند هجومي لصالح النادي الأخضر. علي مصر بمر العزيز، تسديدة ثلاثية كمان ما بتنجح، أخذوا كثير أتامبتس، أخذوا كثير أتامبتس عن الأرض. كيفن مارفي بحاول يمرر، مقطوعة من دفاع فريق الحكمة والبوتاشن لصالح الرياضي. 6 ثواني متبقية لنهاية الكوارتر الأول، 7 على أرض الملعب بدلا من كليف. تمير الفائل على أرض الملعب بدلا من علي مزهر بآخر 6 ثواني. ما بده يحط المدرب كاتوسو أي لاعب بفاول ترابل بآخر ثواني الكوارتر الأول. أوت أوف باوند، راد هو اللي عم يدافع على وائل. هايك جوكشا هايك بطلع الطابة لبرا، اوبن شوت لكيفن مارفي، التسديدة الثلاثية ما بتنجح. والكوارتر الأول عم ينتهي بتقدم فريق الحكمة على أرضه بفارق نقطتين بدور ببيروت، بالمواجهة الكبيرة بين الحكمة والرياضي. يعني غياس عم نشوف النسبة هون 61% لصالح فريق نادي الحكمة، 39% لصالح فريق نادي الرياضة. لهلا يلي مصوتين لنادي الحكمة هن عندهم حظوظ بالربح. وهون عم نشوف اكيد اعضاء الاتحاد اللبناني لكرة السلة استاذ مروق جبرايل واستاذ الياس خليل وزميلنا فارس كرم. يعني اكيد هيدا التصويت برجع بنذكر دائما لانه في كثير عالم بفكروا انه التصويت بعده مكمل، التصويت وقف طبعا قبل انطلاق المباراه. 61% الجمهور اعطى انه فريق الحكمه بيفوز بملعب غزير اليوم على الرياضي، مقابل 39% اعطى برسنتج لفريق الرياضي. اكيد يلي بيفوز يلي من الفريق الفائز طبعا بيربح جائزه مليه بتقدمها شركه اكس اكس ال انرجي. هيدا اللقاء 47 يلي بيصير بغزير بتاريخ لقاءات الحكمة والرياضة، 24 مرة ربح الحكمة بملعبه على فريق الرياضة و22 ربح فريق الرياضة. عم بحكي بس عن ملعب غزير لأنه الحكمة لعب بعدة ملاعب بدور ببيروت، لعب بفؤاد الشهاب بجوني، لعب بمجمع ميشيل المر، لعب كمان شوف هون أستاذ حبيب غبريل ورئيس الفخر لنادي أنا سي أبو سركيس، وكمان لعب بنادي الكهرباء ولعب بالمولاصال تحت السله. هايك جوكشو خطا لصالح هايك، هايك بسجل المحاولة الأولى. نقطتين وثلاثة ريباوند، بسجل كمان الثانية. تعادل الفريقين على النقطة 19. رال مرر لبوبو، كليف الكسندر عم يطلب الطابة تحت السلة، خطأ لصالح كليف. كليف لما يستلم تحت السلة طالع يكسرها، ما كان عنده حل اسماعيل احمد. شوفوا كيف عم يدافع، كان عليه اسماعيل ليوقفه تحت السله. شوفوا كليف كيف كان طالع على السله. 2 فري ترو لكليف،
بسجل بسجل محاولة الأولى. ست نقط خمسة ريباوند. المدرب أحمد فران بسجل كمان كليف الثانية. حكي برجع بيتقلب من نقطتين. صعبة صعبة هالمباراة رح تكون على الفريقين. ضغط دفاعي عم نشوف الزون بريس. كيفن مورفي كيفن نشوف قرار الحكم الخطأ لصالح كيفن مورفي. كيفن مورفي يعني الكارير بيست له بسكوري رقم مخيف 67 نقطة سجلها بال 2017 لاعب اكس ام بي اي طبعا بنحكي عنه هلا بنخبركم على سيرته. وهون البلاك شوت عم يعملوا بوبو على امير. نرجع بنشوفه لاحق خلينا نشوف كارمن روش كيف قدر يخترق. ما معقولة ما معقولة كارمن روش شو عمل شو هالسكيلز يلي فرجينا اياها بنص الملعب كيف قدر ينهي ويعطي تقدم أربعة لصالح فريقه 23-19. وائل يعطي اسماعيل احمد بيعمل فيك هاي كان جوك شوت تحت السلة طابع عم تمره بشكل ممتاز على الفريق الرياضي. كيفن مورفي عم يرجع بالتسجيل بتابع كيفن بتابع كيفن مورفي وبسجل نقطته التاسعة. شوفوا بالإعادة ملا بلوك شوت قدر يعمله بوبو على الفرنس. شوفوا هون شو عمل كارمن روش مش معقول. فين نقطتين من جديد بوبو كمان كارمن كارمن روش بسجل كارمن بسجل نقطته السادسة بإيده الشمال بطلع الفرق الأربعة. الورقة الدفاعية للمدرب فران اسمه كريم زينون عم يتحضر للعودة لأرض الملعب. وقت كليف ألكسندر عم يحسم ريباوند دفاعي جديد فاست بريك ما بتنجح من فريق الحكمة. وخطأ خطأ لصالح هايك جوكشا عمل ستيل هايك أخذ الخطأ من رالف. عادي هون الاوفر بالفاست بريك اي ار اس بده يتاكدوا اذا ان سبورتسمان ولا ريجولر فاول الحكيم. يتاكدوا من الخطا يلي انعمل على هاي. هون صار التيرن اوفر عم يتأكد من تاني أنجل الحكم. شو رايك بقرار إذا الخطأ اللي احتسب لصالح هايكي جوكشان بعد التورن اوفر اللي ارتكبوا فريق الحكمه بالفاست بريك. سبورتمان لايك فاول لانه الكونتاكت اللي صار من رالف على جسمه لهايك ما جرب يضرب الطابه ابدا. بسجل هايك يعني قد ايه كلفهم على التورن اوفر غالي لفريق الحكمه كان عندهم فرصه يسجلوا ايزي تو بوينتس اخذ فيها ستيل هايك اخذ بظهره ان سبورتمان لايك فاول سجل اثنين فريت ونقطه الخامسه والبوزيشن بقيت لصالح فريق الرياضي. لهلا مكلفتهم اربع نقاط اذا سجلوا هون الرياضي حسب قد ايه بيسجلوا بتكون خسرتهم هالقد هيدا التورن اوفر. وائل وائل عرقشي عم يخترق البلوك شوت من كليف الكسندر ثاني بلوك شوت لفريق الحكمة. الأول كان من بومو ثاني من كليف. عزيز تسديده ثلاثية ما بيسجل عزيز الريباوند دفاعي لزينون. المدرب جابوسو باركونس مشهد مبارك. كيفن مورفي يكسر الطابة وضع
ديفاس، جود ديفاس عم يعمل تورم الروش وساهم بالدفاع عزيز عبد المسيح اللي عمل كنترول على الستيد. كمان تورمر، تورمر روش بروحوا على السلة، الريبا والدفاع على اسماعيل. كيفن مورفي، كيفن فيك بطلع الطابة لبرا عند اسماعيل. كيفن مورفي من جديد عنده 10 ثواني، كيفن مورفي بيخترق بسدد تحت الضغط، ما بيسجل كيفن مورفي. اسماعيل احمد، اسماعيل احمد بكل خبرة تحت السلة، خبرة كبيرة، كيف لقط الطابة، كيف عمل ريباوند، كيف عمل كنترول على الطابة، سجل نقطة الرابعة وعدل الأرقام بدربي بيروت من جديد، وهالمرة على النقطة 25. كارون روش، كارون تسديدة ثلاثية، بسجل كارون، بسجل نقطة التاسعة، ثاني ثري بوينت لفريق الحكمة بهالجيم. ثاني ثلاثية وكارون روش هيدي ال 35 لإله، عم يلعب ببرسنتج أكثر من 36%. علي مصر وسيرجو درويش على مقعد التبديل. وائل، وائل عراقشي، إسماعيل أحمد ياخذ التسديدة الثلاثية، كارون روش كمان موجود وين ما كان اليوم كارون، وين ما كان موجود كارون، فعالية عالية لكارون روش. كارون بعد الطابة بإيده بيعطي كليف ألكسندر تحت السلة، بيبرم كليف ما بينجح بالمحاولة، مورفي على الديفنسيف ريباوند، وائل يطلع هو بالطابة بجرب يمرر لإسماعيل أحمد، إسماعيل ملك البيت عم يكون إسماعيل أحمد. ست نقط للسمعة، ست نقط لهاللاعب يلي بعده عم يعطي اسم الله عليه، عم يعطي وعم يعطي وعم يستعمل كل خبرته لصالح فريقه الرياضي. بتمريره من وائل، اسماعيل بسجل نقطه السادسة. كليف ألكسندر يلعب على السلة، بسجل كليف، تسع نقط لكليف ألكسندر، وبعده دانيال أوشيفو على مقاعد الاحتياط بوقت كيفن مورفي عم ياخذ الخطا، ياخذ الخطا. شوف الخطا على مين، رح ترجع تشوفه بالريبلاي كيف قدر ياخذ الفاول من كليف ألكسندر. سيرجيو وعلي مزهر من جديد على ارض الملعب، خطأين على كليف ألكسندر، أربع لاعبين بفريق الحكمة بتو فاولز، السبعة على أرض الملعب بدلا من كليف ألكسندر. ما بده يخاطر بخطأ ثالث، المدرب جاتوزو عم يوسع الروتيشن وعم يعتمد على السبعة على أرض الملعب قبل أن ننسى غياب باتريك مغبوط من جهة فريق الحكمة وغياب علي منصور من جهة فريق الرياضي. أبو جو ويردوا للمدرب كيفن، بسجل الفريترو، ثلاثين تسعة وعشرين. كيفن مورفي الأفضل تسجيلا بالجيم ب 11 نقطة، الوحيد يلي عنده دبل فيجرز بالنقط. علي بيعطي كارون روش، سبعة اللي بيعملوا البيك، كارون روش، كارون روش بيخترق، صعب يقطع قدام دانيال أوشوفيغا اللي بيرجع على أرض الملعب. كارون كمان، كارون روش بيخترق السلة، بتابع هو بنفسه، هو بنفسه كارون روش، الأولى ما سجلها قدام عملاق فريق الرياضة نشيد دانيال، لما الأوفنسيف ريموند عليه وسجل بوائل، سيرجيو درويش عم بيعطي كيفن مورفي بشكل كامل، فاست بريك والدرويش ما بينجح بالمحاولة، وفي خطأ، في خطأ، في خطأ لصالح سيرجيو. كريم زينون عم يعترض، عم بيقول له مش الخطأ عليك،
عمل سيرجيو درويش على كيفن مورفي على لاعب الاكس ام بي اي. هيدي الفاست بريك لين فريترو للدرويش، سبع نقط لسيرجيو، بسجل نقطة الثانية. أربع دقايق ونص بيبقى من الكوارتر الثاني، بسجل كمان 2-2 سيرجيو درويش نقطة التاسعة. خمس نقط الليد لصالح فريق الحكمة. تايم أوت. جاجا تذكير باكس اس ال انرجي بريدكشنز بعده يلي مصوت لفريق نادي الحكمه هلا يعني يلي صوتوا 61% مبسوطين 100% يلي صوتوا 39% ناطرين انه فريق الرياضي يرجع للجيم والجيم قريب كثير يعني بعد كثير لنحكم ليقدر حدا يحكم على الثاني. التمريرات الحاسمة ستة للحكمة أربعة للفريق الرياضي. الحكمة عم يلعب من دون كليف ألكسندر يلي فضل المدرب كاتوزو ريحه بعد ارتكاب الخطأ الثاني وستيل جديد تورن أوفر. بوبو بروح على السلة بسجل بسجل بوبو أولى نقاطه بالجيم. أداء دفاعي كبير لبوبو وعم يسجل حاليا أولى نقاطه بالمباراة. كمان كمان سيرجيو عم يعمل عم يعملوا يلي ما بينعمل هون دفاع كيفن مورفي بخبرته الكبيره بيسترجع الطابه وبياخذ الخطا من المزهر. خطا لصالح كيفن مورفي من علي مزهر. هون الحكام عم بفسروا للجهاز الفني عم يقول له ما في كنترول. عم بفسروا للاعبين للجهاز الفني للنادي الاخضر. نرجع نشوفها بالريبلاي. المدرب كاتوزو عم يعترض على الحكم الدول اللبناني رباح جيم. كاتوزو وفاردونس كيفن مورفي رح يكون عنده اثنين فري ثرو. 11 نقطة لمورفي أفضل سكورر بالتساوي مع كارمن روش. بلال طفار على مقعد التبديل 11 نقطة 4 ريباوند واسيست بسجل نقطة 12. كيفن وليد 1990 بسجل الثانية 13 نقطة لكيفن مورفي بيرجع بنزل الفرق إلى خمسة. بلال طبار على أرض الملعب بدلا من وائل. أمير سعود يلي عم يلعب بالماسك أكيد صعبة يعني منا هينة أبدا على لاعب يلعب بالماسك. سيرجيو يلعب على السلة خاطئ لصالح سيرجيو خاطئ لصالح سيرجيو درويش يلي عم يلعب على البوست. شوفوا كيف لعب على بلال طبارة وأخذوا على الفاول. خمس لاعبين بفريق الحكمة بتو فاولز. عند فريق الرياضي في لاعبين بخطأين.
سيرجيو بضيع المحاولة الأولى هالمرة. كمان بضيع، الحكم بيقول يمكن هون رح يعيدها. كيفن مارفي فات على البينت قبل ما يسدد سيرجيو، هيدي رح يكون عنده فيها فرصة سيرجيو يعوض، وبيعوض الدرويش. 10 نقط لسيرجيو، ثاني لاعب بفريق الحكمة عم يعمل دبل فيجرز بالنقط. كمان البريس، كمان البريس، دانيال عم بتجرب يلعب على السبعلي، خطأ من السبعلي. رح يكون عنده 2 فري ثرو. دانيال، دانيال اوشافو بالدوري الكوري كان عنده برسنتج 51% عن الرميات الحرة. دانيال بضيع المحاولة الأولى. لهلا بالليغ اللبناني من كان قبل هالمباراة من 7 محاولات مسجل 6، عم يضيع ثاني رمية حرة لإله بسلبس بطولة لبنان، وعم يضيع كمان والريبون لصالح السبعلي. علي مزهر يعطي كارمن روش، سيرجيو، بلال طبارة ناطرو، سيرجيو درويش بيعمل فايد اواي، عم بيسجل الدرويش. دانيال اوشافو بيطلع الطابة، كريم زيدون بياخذ التسديدة، الثلاثية والريباوند، دفاعي كمان للسبعلي، ثاني ريباوند على التوالي لصالح الياس السبعلي. كمان عم يحضر السكرين الياس، شوفوا الياس كيف عم يجرب يشتغل ليريحه لعلي مزهر. علي، علي بيخترق، عم بينجح بالمحاولة علي مزهر، صعبة صعبة تقطع هيدي أمام عمالقة فريق الرياضي تحت السلة. أمير سعود بمرر لكيفن مارفي، كيفن مارفي خاطئ لصالح فريق الرياضي، 2 فري ثرو. كليف الكسندر رح يتحضر للعودة لأرض الملعب لأنه خفت القدرة الهجومية عند فريق الحكمة بهالوقت بغياب كليف الكسندر. السبعلي دفاعاً قدر يعني عمل الشغل الدفاعي، بس اكيد القدره الهجوميه اللي عنده اياها كليف الكسندر ما حدا عنده اياها بلبنان. دومينانت تحت السله، شفنا قد ايه بيقدر يعني يضعف كل الدفاعات. كيفن مارفي بسجل فري ثرو الاولى نقطه ال 14. كمان بسجل كيفن مارفي نقطه ال 15. هاللاعب يلي كان درافتد للان بي اي ثاني راوند ليوتا جاز بيك 47 بال 2012، لعب بعده بطولات بس لعب فتره طويله كمان بالمنطقه العربيه، امارات، بحرين، الكويت وقطر. خطا كمان لصالح فريق الحكمه. الخطا الثالث على الزينون، والعرقشي بدلا منه على ارض الملعب. 3 فاولز على كريم، عم يعترض كريم، اوت اوف باونز. سيرجيو درويش بيخسر الطابه، بيرجع بيصلح، بيستعيدها للطابه. علي مزهر بدوره بيخترق السله، ما معقول السنيك، ما معقول السنيك كيف قدر يسجل على كل لاعبي فريق الرياضي. بيطلع الفارق لستة. دانيال، كيفن مارفي عم يطلب الطابة، كيفن مارفي يعطي لدانيال اوشافو، اوشافو ما بينجح والريباوند دفاع على كليف الكسندر، بمر لقدام لسيرجيو درويش اللي بيطلع الفاس. تمرير، تمرير حاسمة والبوبو بسجل مارك خويل نقطة الرابعة، بتمرير حاسمة دفاع فريق الحكمة عم يكون ممتاز من ورا دفاعهم، عم يكون عندهم ترانزيشن اوفنس، عم يتقدموا بفارق 8. تايم اوت المدرب فران.
208 ثواني يبقى لنهاية الكوارتر الثاني. رايحين على تاني راوند ومن بعدها فاينل فور. أنا برأيي رح أكون من الأقوى بتاريخ كرة السلة اللبنانية. الأندية الأربعة حاضرة ورح تزيد كمان تحضيرة. هيدا الشيء أكيد. والجماهير عم تأكد مباراة بعد مباراة قد إيه متعطشة لهيدي اللعبة، قد إيه بتعشقها لهيدي اللعبة، قد إيه فخورة بلعبة كرة السلة اللبنانية يلي عطيت كثير للبنان وبعدها عم تعطي يوم بعد يوم. دقيقتين واثنين ثواني الفريقين على أرض الملعب، الحكمة عم يتقدم بفرق ثمانية. وقت عم نشوف أجمل لقطات المباراة لهلا. الفريقين عم يرجعوا على أرض الملعب. هون في تورن اوفر، في تورن اوفر على فريق الرياضي. وائل عم يقول له للمدرب فران روح على الكونتست. ما بتصور رح يطلب الكونتست بهالوقت المدرب فران. ما في خاطر بكونتست، عنده كونتست وحده تشالنج، ما بتصور رح يخاطر فيها. بعد في اثنين كوارترز وفي دقيقتين وست ثواني من الكوارتر الثاني. الظاهر طلبها، طلبها بشكل باكر. إذا التشالنج للمدرب فران. شوف التورن اوفرز، علامة فرقة التورن اوفرز، اثنين مقابل سبعة. نرجع نشوف شو صار. من هون صعب تبين، عم يطلب غير انجل الحكم. الحكم رباح نجيم عم يطلب تبطيئة، عم يطلب تبطيئة بهالوقت على الآخر ليتأكد إذا دقت بعلي مزر أو بوائل قبل ما تطلع للأوت. كمان بالكيبل كام ممكن تبين. إذا الحكمين عادل خويري وبولس قيم بعد ما نشوف شو رح يكون قرار الحكم. صراحة عن جد قد ايه صعب دورهم الحكام، قد ايه صعب دورهم. عم يطلب الحكم رباح جيم هيدي تبطيئة للآخر، عم يقول له للمخرج جورج خليل فريم باي فريم بده إياها. صراحة صعبة صعبة في الحكم. إذا هون رح يحكم عليها. إذا الظاهر رح نشوف قرار الحكم البوزيشن. نشوف التشالنج. إذا البوزيشن لصالح فريق الرياضي. بيعتذر الحكم بولس أيم، بقول له دقت بعلي مزهر. وهون عم يربح تشالنج المدرب فران. أخذها بشكل باكر بصراحة، أخذ التشالنج بشكل باكر، راهن عليها ربحها. شفتوا قد ايه عيد الحكم ليقدر يحكم عليها، تخيلوا قد ايه صعبه. ضغط 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 والسيكويك على ارض الملعب كمان. عم يستعين المدرب كاتوسو بهالوقت بالسيكويك. بوبو عم يحط ضغط على كيفن مارفي. شوفوا كيفن مارفي تحت الضغط، ياخذ التسديده بالمسافه المتوسطه. هداف هداف كبير كيفن مورفي بالدوري اللبناني لكرة السلة نقطة 17.
سيكوي يعطي سيرجيو علي مزهر عنده بعد ست ثواني علي مزهر بياخذ ميدريش شوت ما بيسجل اوفنسيف ريبوند لسيكويك بسرعه بيكون ايجابي لفريقه يعطي فريقه ثاني تشانس من اوفنسيف ريبوند سيرجيو درويش سيرجيو بروح على السله الريبوند لمين الريبوند لدانييل دانييل اوشيفو بلم الريبوند دانييل دقيقة بيبقى لنهاية الكورتر الثاني وائل وائل عرقشي عم يمرر لكيفن مورفي كمان كيفن مورفي عليه ضغط عليه ضغط كيفن مورفي والمحاولة ما بتنجح شو هالديفنس اللي عم يلعبها فريق الحكمة فاست بريك علي مزر ممكن يسدد بفضل يمرر وعلي مزر شو عم يعمل عم يلعب تحت السلة وهيدي الغلطة الكبيرة كلفته لعلي مزر فاست بريك لفريق الرياضي تتوقف على السيت اوفنس بترانزيشن ديفنس الاخضر كيفن مورفي كيفن مورفي ما بينجح المزر على الديفنسيف ريباوند فاست بريك درويش بسجل بسجل سيرجيو نقطه 13 وبيعطي تقدم 8 لفريقه والعراشي ضغط شوفوا الضغط شوفوا الضغط يلي عم يعملوه فريق الحكمه السيكويك هو اللي عم يدافع على العراشي والكوارتر الثاني عم ينتهي بتقدم فريق الحكمه على الرياضي من نقاط 43-35 مباراه حلوه مباراه رائعه حماسيه بين الرياضي وفريق الحكمه عم ينتهي فيها النصف الاول بتقدم الاخضر على ارضه بملعب غزير امام فول هاوس بكل معنى الكلمه صار وقت مشاهدينا نرتاح نحن وياكم لبريك لعشر دقائق ونرجع منتابع
من جديد بنرجع نحن وياكم مشاهدينا لملعب غزير للقاء الرائع دوربي بيروت بين الرياضي طبعا والحكمة. قدر الحكمة يتقدم بفرق 8-43-35. رح نشوف مقارنة احصائية بشكل سريع نحن وياكم قبل ما نروح لسوبر دوكان هاف كورت شات، ولازم اعطيكم بعض الامور المهمة كثير عن تاريخ مواجهة هالفريقين. مقارنة احصائية اذا رح نشوفها، رح تشوفوا قد ايه قريبة بعدها بين الفريقين. نسبة تشيل من كل مسافات فارقة كثير لصالح الحكمة، عنده 44% مقابل 29%. قدر دفاع الحكمة ينزل فريق الرياضي كبرسنتج فيل جولز بطريقة مخيفة، يعني الفيل جولز برسنتج عند الرياضي هو الأفضل بلبنان 52%، نزلوا 23% من وراء الديفنس، ورح لكم ليه من وراء الديفنس. 3 بوينتس الحكمة عادي جدا 22%، الرياضي كمان أقل بكثير من عادي 18%، الفريقين ما عم يسددوا منيح على 3 بوينتس، الفري ثرو يعني تقريبا منطقيين عند الفريقين، الريباوند كثير قريب 23 مقابل 22، الاسيست قدر الحكمه يعمل دبل اسيست عن فريق الرياضي لانه قدر لعب اوبن كورت، لعب فاست بريك اكثر، وهون ببلش نشوف الامور وين فارقه. 2 تورن اوفرز مقابل 7 لفريق الرياضي، الحكمه لعب 2 كوارترز ب 2 تورن اوفرز، وواحد منهم كلفهم اقل شيء 5-6 نقط، هو التورن اوفر اللي عمل بنص الملعب اخذ فيها ستيل هايكل جوكشان، ومن بعد اخذ ان سبورتسمان لايك فاول. يمكن هيدا لو ما عمله كان بعد بيكون ارقام فريق الحكمه، ارقام فريق الحكمه افضل. يا ريت تتركوا لي اياها كنا نشوف الستاتس. على كل حال لا جاجا، اتركوا لي جاجا، شو الستاتس بلا ستاتس؟ شو جاجا في تليفون كمان اليوم؟ اكيد تكنو 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 نيو كامون. شو انت بين السنبس والتكنو؟ منيح تركتوا لي كيس تشيبس. انا ما اكلت اذا العالم يشوفوا شو بتعملوا بالهاف تايم. التصويت بلش بدا. واو سيرجيو درويش 41% لهلا، سيرجيو اخذ 41% بالتكنو، لعب اكثر تاثيرا. اترك لي اياها مخك شوي. بيروت كمان ربح سيرجيو غياس على فكره. ايه اكيد. وهون خلينا نشوف كارمن روش، سيرجيو درويش، كليف الكسندر، كيفن مورفي، كريم زينون الوحيد يلي جمهور الرياضه عم يكب الظهر اصواته عند كريم زينون. الحكمه مقسم اكثر بس مع افضليه كبيره لسيرجيو. برايي رح يكون في صراع كبير على تكنو بعيدا عن بكير، يعني لما نحكي حكمه رياضي عندهم يعني بيقدروا يعملوا حركه كبيره على السوشيال ميديا. جمهور الرياضي بده يطلع اللاعب الافضل أكيد من عنده، وجمهور الحكمه بده يطلع كمان من عنده، خاصة انه ما خسر النتيجه يعني مين ما ربح اكيد. جمهور الحكمه والرياضي بده كل واحد لعيبه، هيدي معروفه. اكس اكس انرجي بريدكشنز عم نشوف هيدي جائزه امبارح جاجا، هيدي جائزه امبارح، جائزة بمباراة بيروت وفريق الدينامو يلي فاز فيها الدينامو، صار قريب جدا يعمل بطل الريجولر سيزون. اذا فريق الدينامو اذا ما صار مفاجآت رح يكون هو بطل الريجولر سيزون. خليني اقول انه هيدي مش المرة الأولى بتاريخ لقاءات الفريقين يلي بيلعبوا بهيدا التاريخ بتاريخ 26/3، هي المرة الثانية يلي 26/3 بيكون فيها مباراة ديربي باللقاءات ال 131 للمرة الثانية، المرة الأولى صارت بالمنارة وقدر الرياضي يفوز بفرق 16 نقطة 81-65، كان الجيم رقم 111 يلي بيجمع الفريقين. بغزير بشهر مارس يعني بشهر آذار أربع مرات صار في مباريات بشهر آذار بهيدا الملعب، بملعب غزير تحديدا، مش عم بحكي عن إياب، عن الملعب يلي بيلعب فيه فريق الحكم، لانه الحكم لعب بعده ملاعب بغزير اربع مرات، هيدي خامس مباراه بتصير بادار. كمان شهر ادار 16 مباراه صاروا بين الرياضي والحكمه، 11 مره ربح الرياضي، خمس مرات ربح الحكمه. اليوم المباراه ال 17 يلي ادار بيستضيف فيها وحده من مباريات الدربي، دربي بيروت، بينما بملعب غزير 46 مباراه، واليوم المباراة الرقم 47، 24 مرة ربح الحكمة بملعب غزير. بدوربي بيروت 22 مرة الرياضة ربح بملعب غزير مباراة الدوربي، وفريق الحكمة ما خسر بعد ولا مرة هالموسم بملعب غزير، عنده 10 انتصارات بعشر مباريات خاضة. آخر خسارة للحكمة بملعب غزير بتعود للسنة الماضية. سوبر دوكان هاف كورت شوت، المحاولة هون ما بتنجح، كمان محاولة تانية ما بتنجح بس قراب اليوم، كمان سوبر دوكان هاف كورشات محاولة جديدة، اوف مع البورد كاد يسجل.
لنشوف هيدي المحاولة كمان ما عم تنجح. إذا ما رح يكون عندنا فائز اليوم بملعب غزير. زميلتنا نبيلة اللي دائما بنشوفها موجودة بمباريات كرة السلة، يعني كرة السلة بتجمع الكل، يعني بتستقطب عن جد الكل، إعلاميين، سياسيين، كل شيء عن جد من كل الأعمار، صبايا، شباب، صغار، كبار، جميلات. إذا حاليا رح ننطلق نحن وياكم بالكورت الثالث لنشوف شو انعمل ادجستمنت من المدربين، المدرب أحمد فران والمدرب جاتوزو. الحكمة عم يتقدم بثمانية 43-35، انطلقت الكورتر الثالث. كارمن روش يعطي المزهر. جعمر جروش عم يرجع على أرض الملعب بانطلاقة الكورتر الثالث. كارمن روش بعد عنده خمس ثواني، بمر لسيرجيو اللي بيسدد من محل بعيد، ما بينجح بالمحاولة. دانيال على الديفنسيف ريباوند، وهون كيد يعمل ستيل جروش. تبقى البوزيشن لصالح فريق الرياضي. سكان تو فوت لتكنو اللاعب الاكثر تاثيرا بالجيم بنظركم مشاهدينا. كيفن مارفي يخترق، كيفن عم يخترق لكن سيرجيو درويش عم يوقفه بشكل كامل. شوف الريبلاي، اوف سيرجيو هاي للمرة الثانية بنفس الطريقة بيقدر يوقف واحد من أفضل الهدفين كانوا موجودين، يلي موجودين بالمنطقة. دانيال بيعمل فيك، بروح على السلة، كليف ألكسندر بلم الريباوند. الريباوند رقم 8 لكليف. كليف ألكسندر تحت السلة. آي لاف ذيس جيم. ذا جرين بيست الوحش الأخضر عم يستعرض، عم يسجل نقطه ال 11. شوفوا بالإعادة تمرير سيرجيو درويش، شوفوا كيف سجل على دانيال أوشيفو. واو يوج كليف ألكسندر. كيفن مارفي تسديدة ثلاثية، سيرجيو بلم الريباوند. شو عم يلعب سيرجيو؟ علي مزهر يخترق، بروح على السلة. البوزيشن بتروح لصالح فريق الرياضي، ما قدروا استفادوا من الفاست بريك. عم تشوفوا لما يخترق علي مزهر دايما دفاع الرياضي عم يعرف يتعامل معه، عم يسكروا له التمريره. شوفوا بالاعاده ما قدر يمرر علي مزهر، جبر يروح على السله، كانت صعبه عليه. كارمن روش هو اللي عم يدافع على مارفي. وائل معه علي مزهر بالديفن. وائل يكسر الطابة، مقطوعة من دفاع فريق الحكمة. علي مزهر بروح على السلة، ببرر للدرويش. فاست بريك مثالية. شو عم يلعبوا؟ شو عم بدافعوا؟ 14 نقطة للدرويش بتمريرة حاسمة للمزهر. شوفوا بالريبلاي هيدا الشيء من بعد الأداء الدفاعي ورا باختراقة الرهيب على السلة، كيف قدروا يقطعوا الطابة ويخلقوا ترانزيشن اوفنس. 12 نقطة الليد لصالح فريق الحكمة. وائل عرقجي، كيفن مارفي، كيفن على السلة ما بيسجل. كيفن اللي بلم الريباوند هو كليف ألكسندر. تاسع ريباوند لكليف، بروح على السلة. وفي خطأ، في خطأ لصالح كليف. فايت على السلة كليف ألكسندر بكل قوته. صعب يوقفوا دانيال بهالطريقة، صعب كثير. شوفوا بالريبلاي ما عنده غير حل كان دانيال أوشيفو. اثنين فري ثرو لكليف. عم بيقول له بدي سبورتمان لايك فاول، ما بقدر رح يروحوا اي ار اس. عم يعترض المدرب جاتوزو، عم يقول له هيدا اون سبورتمان. بنشوف الحكام شو رح ياخذوا قرار.
الحكم رباح نجيم بده يشوف اكيد اللقطه الاخيره. رح يرجع يشوفها كمان. يرجع الحكم بيطلب الانجل الثاني يلي من تحت السله ليشوف مزبوط الحركه قبل ما ياخذ قرار اذا ريجولر فاول او انسبورتسمان. لنشوف شو رح ياخذ قرار. انسبورتسمان لايك فاول. نفس الشيء يلي صار اذا بتنتبهوا بين رالف رالف عقل لما ارتكب الخطا على هايك جوبشو. قلت انه رالف ضربه على ايده لهايك مش على الطابه ابدا. دانيال اوشوفو بيشبهها كثير هون اكيد قريبه من السله هديك بنص الملعب بس الحاله نفسها لما اللاعب يوقف اللاعب الثاني على ايده ديركت يعني ما قصده يعمل البلوك شوت قصده بس يمنعه انه يسجل هيدا الشيء بيكون اون سبورتسمان لايك فاول. كليف بسجل المحاوله الاولى بنجاح 12 نقطه 8 ريباوند بسجل كمان نقطة 13 13 رح تبقى لصالح النادي الاخضر. تسعة واربعين خمسة وثلاثين امام شارودي فاول من امير لصالح علي مزهر 6-0 ران بدقيقتين وخمسة وعشرين ثانية لصالح الحكمه على حساب الرياضي. اخر مره ربح الحكمه على الرياضي السنه الماضيه بمرحله الذهاب 2-1 22 بهالملعب. علي مزر بمرر لا 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 اي لاف ذيس جيم. شو حلوه شو هيدي كليف الكسندر عم يستعرض عم يسجل نقطه ال 15 بيولع المدرجات بملعب غزير والتقدم صار 16 لصالح الاخضر 8-0 رن بدقيقتين و31 ثانيه تايم اوت عم يطلبوا المدرب فران. بضل 51 35 7 دقائق ونص. النواب جهاد بكرانوني وجورج عيس مع حفظ الالقاب طبعا. عودة الفريقين نشوف كيف رح يرد المدرب فران على الايت زيرو ران يلي قدر يعملها رجال المدرب جو غطاس. وقت عم نشوف الالترز عن فريق الحكمه شوفوا بالله صوره هذا الفريقين على ارض الملعب المدرجات والعاني دعسر اسست الحكمة اربعة للرياضي. دانيال عم يستلم بده يجرب يلعب على كليف الكسندر عم يجرب ياخذ منه الخطا الثالث. شوف الخطا على مين على كليف الكسندر بعدني عم اقول بده يجرب ياخذ الخطا الثالث ثالث فاول على كليف الكسندر هيدا ممكن يكون وقت حساس على كليف وقت حساس جدا لانه الحكمه بلا كليف الكسندر بيعانوا. بسجل بيكسر الرن 8-0 رن كسرها دانيال اوشوفو اول نقطه لدانيال بالجيم بضيع الثانية الريباوند لكليف عم يعمل دبل دبل كليف الكسندر. سيرجيو بيخترق الدرويش خاطئ لصالح سيرجيو
خاطئ لصالح الدرويش. المدرب فران عم يعترض. بالإعادة بالإعادة بينت واضحة بينت واضحة. اثنين فري ثرو لسيرجيو. 14 نقطة لسيرجيو. بسجل الأولي. نقطة ال 15. عشر نقطة، ثلاثة ريبونز، ثلاثة أسيست. بسجل كمان الدرويش نقطة 16. أفضل سكورر بفريقه، ثاني أفضل سكورر بالمباراة بعد كيفن مورفي. الزينوري بيرجع على أرض الملعب. شوف هايكي جوكشان، هاشتاج المباراة اس ان جي ار اي جريك مشاهدينا على تويتر. وائل بياخذ الخطأ. خطأ من جامار. ثلاث أخطاء على جامار. وعلى عرقش ركض عنده اثنين فري ثرو. نقطتين برصيده. بضيع المحاولة الأولى وائل. برسنتج 72%. عم شوف الفنان ناجي القسطى. كمان حضور فني. وائل بسجل الثانية، نقطة الثالثة للعرقجي. 53-37. علي. علي مزهر. يعطي التمريرة لكارمن روش، كارمن روش. بيبرم على السلة ما بينجح. كليب ألكسندر بسجل بسجل من اوفنسيف ريبان نقطه 17. كليب ألكسندر عم يكون دوميننت على دانيال اوشيرجو. سيطر عليه بشكل كامل دفاعا هجوما. اسماعيل احمد على ارض الملعب بدلا من دانيال. شوفوا الريبلاي. حلوة هيدي، شو حلوة شو حلوة بين المزهر وكليف ألكسندر. شو حلوة هالبيك اند رول. اوت اوف باونس. عفوا البوزيشن لصالح فريق الرياضي. ما في اوت اوف باونس. اسماعيل يلي رجع على ارض الملعب. كيفن مارفي كيفن مارفي يخترق مقطوعه من دفاع فريق الحكمه. فاست بريك. علي مزر بسجل بسجل. علي مزر نقطه السادسه. ملك الاوبن كورت، ملك السرعه. السنيك عم يعمل ليد 20 نقطه لصالح فريق الحكمه على الرياضي. كمان وائل وائل جرب يمرر. مقطوعة كمان من دفاع فريق الحكمة. شو هالديفن. كارمن روش بروح على السلة بسهولة. بسجل نقطة ال 13 كارمن روش وبزيد الفارق لأكثر من 20. سيطرة كاملة بالكوارتر الثالث. 16 تو رن بأربع دقايق ونص. إسماعيل أحمد بده يعمل الجامبلينج. ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. الريباوند لبوبو. السنة سنيبس بطولة لبنان لكرة السلة ما بتشبه أي بطولة. كمان كارمن روش كارمن روش بروح على السلة بسجل بفرجينا زبود. وكارمن روش 15 نقطة لكارمن 15 نقطة لكارمن روش. خمس دقايق بيبقى من الكورتر الثالث يلي عم يعطي سيطرة كاملة لصالح فريق الحكمة. كيفن مورفي خطأ. اوه الخطا على علي مزهر. فكرت على كليف ألكسندر. على علي مزهر. في كثير يعني المشكلة. الخطا الثالث على المزهر.
ما في خبرتكم يعني هلا بنخلص الجيم نحكي شوي عن الترتيب اذا عندنا وقت اكيد واكيد بنوسع اكثر بحلقه سايد بول يوم الاربعاء نعيل احمد كيفن مارف عم يطلب الطابه لحطها بالاوت علي مزر ما عم يخلوه يرتاح لكيفن ما عم بخلوه يرتاح ابدا لكيفن مارف اللاعب اللي كان عنده مع العاصمه الكويتي 28 نقطه بالمباراه الوحده هون لنشوف في سله لكيفن مارفي عم يسجل نقطه 19 كيفن بتمريره من اسماعيل بسجل كيفن مارفي ركي حرة إضافية كمان لكيفن بسجل الفري ثرو نقطة 20 أفضل سكورر بالجيم الفارق بينزل ل 21 نقطة سيرجيو درويش عم يلعبوا زون ديفنس الرياضي زون 2 3 سيرجيو بمرر لبوبو بياخذ تسديده من المسافه المتوسطه الريباوند دفاعي لصالح فريق الرياضي كيفن مارفي بيطلع هو بالطابه كيفن تمريره ذكيه من كيفن مارفي لكريم زينون بسجل الزينون نقطه السابعه بنزل الفارق عن العشرين ل 19 علي مزهر علي بوزيشن رح تبقى لصالح فريق الحكمه المدرب غطاس اللي واضح قديه محضر مباراته عزيز بوبو يكسر الطابه بوبو تمريره طويله بتوصل لامير سعود امير عملها مش على التمريره بيعطي الزينون بلال طباره امير من جديد أمير سعود أمير في خطأ لصالح لسعود خطأ لصالح البرنس هتشوفوا بالريبلاي خطأ واضح الخطأ الثاني على بوبو اثنين فري ثرو لأمير بعد ما سجل نقاط بهالجيم 91% البرسنتج عن الفري ثرو افضل لاعب عنده برسنتج بالليج هيدي الفري ثرو الرقم 41 له من 45 قدام بسجل الثاني كمان امير 2-2 كارمن روش على ارض الملعب بدلا من عزيز الفارق نزل ل 17 سيرجيو درويش يعطي المزهر علي بروح هو على السله ما بيسجل كمان كيفن مارفي على الديفنسيف ريباوند فاست بريك مقطوعه بيرجع كريم زينون بيسترجع الطابه كيفن مارفي عم يجرب يستلم على علي مزهر تحت امير سعود كمان ما بيرجع كليف الكسندر على الديفنسيف ريباوند فاست بريك جديده سيرجيو درويش بضيع المحاوله كارمن روش اند ون لكارمن روش بيلم الطابة حتى فوق زميله كليف الكسندر وبسجل نقطة 17 ياخذ الخطأ كارمن روش شوفوا بالريبلاي من وين أخذ الطابة وطلع فوق لاعبي الرياضي وزميله كليف شوفوا ملا ردة فعل على كارمن كارول مباراة كبيرة بسجل فري ثرو كمان 18 نقطة لكارول روش مع 6 ريباوند 20 نقطة التقدم كريم زينون لاسماعيل احمد
محاولة ثلاثية ما بسجل السما علي مزر على ديفانس بريمو. شوفوا علي بأي تيمبو عم يلعب حاليا، عم يبطئ عم يبطئ الجيم. علي مزر هو من اللاعبين يلي قادر يلعب بأكثر من تيمبو، هلا عم يختار البطيء. كليف ألكسندر بيعمل موف حلو هالفوتور، 19 نقطة لكليف بإيده الشمال، بإيده الشمال بطلع الفارق ل 22. معين أحمد لمارفي، مارفي بيمرق على البيس لاين، أمير بيتعرض للخطأ، عم يعترضوا فريق الحكمة على احتساب الفاول، رح نرجع نشوفه بالريبلاي أكيد. من هون صعبة إذا بحكم علي إذا دق بإيده ولا لا، يمكن هون بين أوضح. فيها فاول، فيها فاول، دق بإيده. الخطأ الثالث. نقطتين لأمير، بسجل الثالثة. حبيب غبريل وأبو سركيس. فريترو عم يضيع أمير، بسجل واحدة من اثنين، ريباوند لكليف ألكسندر. 66 45 دقيقتين بيبقى من الكوارتر الثالث. شارل روش يعطي سيرجيو بوش دفاع المنطقه علي مزر، ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه. مارفي على الديفنسيف ريباوند. كافل تسديده ثلاثيه لمارفي، ريباوند لصالح مين؟ لصالح سيرجيو درويش وبياخذ الفاول. خمسة وثلاثين ريباونس لصالح فريق الحكمة، 27 للرياضة. شوفوا بالريبلاي ثلاث أخطاء على بلال، اثنين فري ترو لسيرجيو. 16 نقطة للدرويش بسجل الأولى. سجل يمكن واحدة من اثنين. 17 نقطة صار رصيده لسيرجيو. الفارق 22. السبعة ليه؟ وهون في احتكاك بين بلال طبارة وسيرجيو درويش. لازم تروق، لازم تروق الأمور، لازم تروق. ما بعرف كيف صار الاحتكاك أصلاً. هلا بنشوف إذا مبين عندنا شيء. رالف عم يهديه لسيرجيو. تكنيكال فاول على بلال طبارة. دقيقة و 37 ثانية. عم نشوف هون الجاتوزو والمزهر. كارلون روش هو رح يسدد بفري ثرو بالتكنيكال فاول. اذا كارلون روش 18 نقطة 7 ريباوند بضيع الفري ثرو.
هلا سيرجيو هو رح يسدد. دقيقة 37 ثانية بيبقى من الكونتر الثالث. بسجل سيرجيو درويش من طول 18. أربع ريباوند أربع أسيست مسجل كمان نقطة 19. الفارق عم يطلع ل 24. خطأ من كورمن روش. شوف هيدا أي خطأ. مشكلة بسكور بورد ما بنقدر نعرف من الرقم. أول على كورمن روش. أول فاول. أداء دفاعي كبير اليوم لكورمن. كيفن مارفي 20 نقطة بسجل الأولي بالبطولة العربية مع نادي قاسمة بسبع مباريات كان عنده برسنتج 76%، كان هداف البطولة العربية ب 28 نقطة فاصلة 6. بسجل كمان الثانية 2 من 2 لكيفن مارفي. راب يعطي الدرويش سيرجيو ستيب باك ياخذ تسديده ثلاثيه الريباوند لمين؟ الريباوند هجومي بوبو يعمل كنترول كمان سيرجيو كارمن روش محاوله ثلاثيه ما بتنجح. الريباوند هالمره للبرنس امير سعود خارج للطبارة. طبارة مقطوعة كمان. كورن اوفر جديد على الفريق الرياضي. 3 على 2 بالفاست بريك. كورن روش. كورن روش. شو هالجيم الكبير يلي عم يعمله. 3 على 2 اخذها هو. سجل نقطة ال 20. طلع الفارق ال 24 نقطة. تسديدة كريم زينون الثلاثية الريباوند لمين؟ دفاع للسم علي. ريباوند دفاع للياس السم علي. نص الدقيقة بيبقى من الكوارتر الثالث. رياضي بعده بزون ديفنس. كمان سيرجيو. خطأ هجومي من الدرويش، أربعة فاولز على سيرجيو، سيكويك بدلا منه على أرض الملعب، ما بده يخاطر المدرب جاتوزو. يعني مريح كليف ألكسندر وهلا عم يريح سيرجيو درويش ومريح علي مزهر. لما يوقع بفاولو ترابل بده يجرب يخلص مباراته باللاعبين الاساسيين. عم شوف باتريك بو عبود يلي متمنى له العوده السريعه بعد الاصابه اللي تعرض لها في المباراه السابقه امام بيروت. كيفن مارفي عم بمرر مقطوعه كمان مقطوعه وعم يدافعوا والكوارتر الثالث عم ينتهي بتقدم النادي الاخضر بفارق 24 نقطة 71 للحكمة 47 لفريق الرياضي. كوارتر واحد بيفصلنا عن نهاية المباراة بدربي بيروت. عم نشوف الريباوند 37 مقابل 29. يا ريت مخرج خصم برشلونه الستيلز والتورن اوفر لانه المباراه كلها عم تلعب هونيك بستيلز والتورن اوفر. قدر الحكمه لهلا يعمل 11 ستيلز مقابل 3 لفريق الرياضي. هيدا عم نشوفها هلا حاليا. واذا بتشوفوا التورن اوفرز الحكمه عمل 4 تورن اوفرز مقابل 13 لفريق الرياضي. يعني ريباوند ستيلز
وترن اوفرز، الشيء اللي خليهم يكون عندهم اكثر اتمب لانه لعبوا اكثر فاست بريك، لعبوا اكثر من يعني لعبوا الفاست بريك اكثر بكثير من ما لعبوا ست اوفنس فريق الحكمه. لهلا بالفاست بريك الحكمه عنده 28 نقطه من 71 مسجلينهم بفاست بريك. اذا بقول لكم النقاط بالبيت يعني النقاط من تحت السله اللي وصلوا للحكمه 46 نقطه من اصل 71 مسجلهم الحكمه داخل المنطقة على بعد متر بالبينت 46-71 رقم كتير عالي، بينما الرياضي مسجل بالبينت بس 16 نقطة، 30 نقطة فرق بثلاث كوارترز بنقاط البينت. هيدا بدل كيف قدر لهلا فريق الحكمة يسيطر على المباراة يلي متبقى منها كوارتر واحد. هل رح يكون الرياضي أمام ردة فعل؟ إسماعيل أحمد بياخذ التسديد الثلاثية، كليف ألكسندر بأمن الريباوند الدفاعي 14 ريباوند لكليف. جوردن روش سيكويك تسديده ثلاثيه تسجل السيكويك. رودي الحاج موسى كمان عم يرجع بتسجيل من المحاوله البعيده السيكويك، اذا عم يسجل اولى نقاطه بالمباراه. هيدي الثري بوينتس السادسة اللي له بهالموسم، برد عليها برد عليها كيفن مارفي كمان بتسديد الثلاثية نقطة 25، ثاني ثري بوينتس لصالح كيفن مارفي. الفارق بيرجع ل 24، مرق دقيقة من الكوارتر الأخير. كارفن روش عم يمرر بيعطي أوبن شوت لبوبو، بوبو ما بينجح، كليف ألكسندر عم يلم الأوفنسيف ريباوند، كليف يلعب هو على السلة كمان ما بيسجل، سمعة ديفنسيف ريباوند لإسماعيل. وائل مارفي، كيفن مارفي خطأ لصالح كيفن مارفي، خطأ لصالح كيفن كيفن مارفي. قلت لكم لعب مع اليوتا جاز، لعب وقت قليل مع اليوتا جاز ثلاث مباريات، من بعدها لعب بالدوري الفرنساوي مع ستراسبورغ، يعني ابرز المحطات له لعب بالدوري كمان الصيني سي بي اي، ورجع لعب بالدوري الياباني. عم يسجل الفري ثرو، ولعب بالدوري الكرواتي كمان وربح بالدوري الكرواتي كمان الآن، ولعب بالمنطقة العربية بعد يعني قبل لعب فيليبي، رجع لعب بالمنطقة العربية مع المحرك البحريني، لعب مع الشباب الأهلي الإماراتي. ريباوند لصالح كليف ألكسندر، واحدة من اثنين لكيفن مارفي، ورجع للدوري البحريني الدوري الكويتي والدوري اللبناني. زون ديفانس بوبو، تورن اوفر على بوبو، اوت. امير بمر لمارفي، كيفن مارفي بيخترق، خاطئ لصالح كيفن مارفي. ٣٣ مباراة بين الفريقين، اليوم ال ١٣١، 45 مرة ربح الحكمة، 85 مرة ربح فريق الرياضي. ال ١٣١ لمين رح تكون؟ لهلا الحكمة عنده الأفضلية الكبيرة. كيفن بسجل الأولى، نقطة 27 مع 6 ريباوند و2 أسيست. حتى كمان لعب بالدوري الليبي كيفن مارفي. بسجل كمان 28 نقطة لكيفن. الفارق بيظل 21. علي مزر الحكمة مواجهة دفاع المنطقة. سيكويك علي مزهر بيخترق، خاطئ لصالح المزهر، عم يشتري الاخطاء شراي علي. شفنا كيف عمل فيك على الشمال، موه انه بده يمرر وقدر يخترق الجاب بدفاع المنطقه لياخذ الفاول.
خطأ على وائل. اثنين فري ثرو للمزهر. سبع تمريرات حاسمة لأفضل ممرر بسنبس بطولة لبنان، بسجل نقطة السابعة. يعني هو من اللاعبين اللبنانيين يلي متصدرين التمريرات الحاسمة بوحدة من الحركات بكرة السلة طبعا. كيفن مارفي بلم الريباوند. هايكل جوكشا بوقف بسدد، ما بسجل هايكل ريباوند لكليف الكسندر. علي مزهر يعطي كارول روش. علي لبرا تسديده ثلاثية لستيك ويك. ستيك ويك عم يضرب ثاني 3 بونت لستيك ويك بالجيم. ثمان تمريرات حاسمة للمزهر معدله بالسنبس بطولة لبنان 8.8. اسماعيل احمد كمان ما بينجح، ريباوند لصالح علي. سيرجو درويش يلي عم يتفاعل مع جمهور فريق الحكمة. ووكينج على علي مزهر. سبع دقايق وتسع ثواني بيبقى لنهاية المباراة. العرقجي وائل. اسماعيل بيعمل سكرين توصل تحت السلة لهايكل جوكشا، بتابع اسماعيل احمد فينجر تيب. ثمان نقط للسمعة. ما بدنا ننسى فرق النقاط ممكن ينعاز كثير، ممكن كثير ينعاز بين الفريقين. الرياضي ربح سهابا 77-71. برشلونة وين ممكن ينعاز؟ بنسبة كبيرة يمكن يلعبوا هالفريقين بالدور الثاني بنفس المجموعة. إذا كل واحد رجع ربح على أرضه وتعادلوا مع بعض رح يروحوا لسكور أفريج، رح ينحسب المباريات الأربعة بسكور أفريج. يلي عنده فرق نقاط هو يلي بيقدر ياخذ مركز على حساب الثاني. كمان السيكويك هالمرة بسجل 3-3 للسيكويك. رودي الحاج موسى ثلاث ثلاثيات تعالوا بالجيم يعملوا الفارق 26. مش معقول السيكويك، مش معقول هالانرجي اللي بيلعب فيها بالديفنس بالاوفنس. اللي عنده المدرب جاتوزو بوبو والسيكويك ما بيهدوا على ارض الملعب. شوفوا الدبل تيم يلي انعمل بين بوبو والسيكويك، اخذ فيها الخطا بس عم يحطوا ضغط عليه ما عم يريحوه ابدا. لكيفن مارفي يلي بيسدد تحت الضغط. هيدا هو لما يكون اللاعب عليه ضغط بصير خلص بده يلعب، بده يتفوق على حاله، بده ياخذ تسديدات صعبه. يعني يلعب اذا بدكم الاغلي باسكت بول، خلص بده يعمل حيالله شيء لحتى يقول انه انا هيدا الدفاع ماني مأثر فيه. اخذ التسديده الصعبه تيم ديفنسيف ريباوند كان لصالح فريق الحكمه. بوبو لسيكويك. كليف الكسندر تحت السلة، كليف الكسندر ما بيسجل الأول، كليف الكسندر الثانية ما بيسجلها. في خطأ لصالح كليف. ما له حق أكيد كارول روش لأنه كان أخذ الخطأ، كان ناطر الحكم إذا السلة رح تفوت أو لا. هون الفاول، شوفوا شو صار. إي منكسها كارول روش، أكيد ما له حق. سبعتاشر نقطة 17 ريباوند، بضيع الفري ثرو الأولي. الرياضي أفضل فريق هجومي بسنبس بطولة لبنان، عم نشوف سيرجيو والجاتوزو 96.3 معدله بالجيم الواحد. قدر دفاع الحكمة اليوم ينزلهم بفارق كبير، نزلهم بفارق كبير بصراحة لهلا 55 نقطة. هاي خطأ لصالح هايكل جوكشان.
5 دقائق ونص. طابي وصل لكيفن مارتي. دانيال بيعمل سكرين. سيرجيو بيرجع على ارض الملعب. وائل بعد عنده 5 ثواني العراقجي تحت الضغط بمر لكيفن مارتي اللي بيسدد عن الار. كالتسديده الثلاثيه ما بتنجح. الريباوند والفاست بريك مع سيرجيو درويش بطلع الطابه لبرا. كارفن رو اي لاف ذيس جيم. شو هالفاست بريك، شو هالفاست بريك اللي لعبوها فريق الحكمه. كارفن رو عم يسجل نقطه ال 22 بتمريره حاسمه لافضل ممرر بستيب بطوله لبنان لكره السله. هيدي بيسك بكره السله. التريلر قطع، شوفوا كيف عم يطلع على التريلر. قطع كارفن روش كمل له اياها. علي مزهر سجل. كارفن روش طلع الفارق. تايم اوت لمدرب مرات. 10 تمريرات حاسمه لعلي مزهر. اذا سكان تو فوت مين سينا، يعني جا جارسينا تكنو اللي عمل اكثر تاثيرا بالمباراه. عم نشوف سيرجيو طاير 51% لسيرجيو درويش. كريم زينون حده اقرب واحد لانه كريم. هلا امبارح اخر 3 ثواني فرقت غياس، بس هلا اليوم صعب، بس كانت قريبه اليوم. ما بعرف يعني ما بعرف قد ايه العدد اللي عرفته، انه الوف في الوف بالتصويت، ما بنقدر نعرف قد ايه العدد، بس الظاهر في حركة كبيرة على التصويت على تكنو اللاعب الأكثر تأثيرا بالمباراة. الفنان ناجي القسطى 84-55. 5 دقائق. خمسة من 17 للحكمة على الآرك. 3 من 22 للرياضي. دانيال أوشافو شوفوا كيف كلف بعد عنه. وائل عراقجي عم يمرر لدانيال أوشافو. يسجل. المحاولة ناجحة لدانيال. بتابع بتب. نقطة الثالثة لدانيال. ما بده يضيع الوقت. عادة فريقه مرتاح ب 27 نقطة تقدم على مزهر. ما بده يضيع الوقت، بده يلعب بعد كل الثواني. مقطوع كمان من دانيال. خطأ من سيرجيو درويش. الخطأ الخامس على سيرجيو. فاول اوت. فاول اوت على الدرويش. 19 نقطة لسيرجيو. مباراة كبيرة عملها سيرجيو. هون خسر الطابة وهون الفاول. الإعادة خطأ صحيح. 2 فري ثرو ضد لدانيال أوشافو. بضيع الأولى دانيال. يبقى على رصيد 3 نقط. بتعطوا 8 ريباوند. بسجل الثانية. واحدة من 2 لدانيال. 4 دقايق بلا نهاية الجيم. 26 نقطة التقدم لصالح الحكمة. عزيز عبد المسيح. كليف الكسندر ممكن يسدد. كليف تبقى البوزيشن لصالح الأخضر بخمس ثواني. كيف رح تلعب البلاي؟ اللاعب امير سعود بتمنى له السلامه والعوده السريعه من دون ماسك. بوقت تورن اوفر على فريق الحكمه. كريم زينون بمر لهاي. هايك بيعمل فيك 2 برجع بيطلع الطابه لبرا. دانيال بيرجعوا على ست اوفنس فريق الرياضي. كيفن مورفي بياخذ التسديد الثلاثيه. كليف الكسندر على الديفنسيف ريباوند. 20 ريباوند لكليف. علي مزهر. علي عم يسدد. اوفنسيف ريباوند لكليف الكسندر. مقطوعه من هايكي جوكشيان.
دانيال بمرر لكيفن مورفي، التسديده الثلاثيه ما بتنجح. الريباوند لمين؟ البوزيشن بترجع لصالح فريق الرياضي. جاتوزو نسي حاله انه مدرب، تذكر انه هو كان لاعب جرب يشارك فيها. فرجينا اياها مخرج كيف شارك فيها الجاتوزو. شو هون جرايد؟ عم يقروا جرايد الشباب. لا سنو العالي كمان دانيال ما بينجح، تبقى البوزيشن لصالح فريق الرياضي. تسديدة وائل الثلاثية، 21 ريباوند لصالح اللاعب كليف الكسندر كاروين روش. تسديدة ثلاثية هايك على الريباوند، ودانيال اوشيفو بسهولة بسجل نقطة السادسة، بنزل فارق ل 24. الريكورد بالريباوند بسنبس بطولة لبنان هو 23 ريباوند بمباراة وحدة لهالموسم. طبعا علي كليف الكسندر ياخذ تسديدة ثلاثية، الريباوند لصالح هايكل جوكشيا. دقيقة ثانية بيبقى لنهاية المباراة. هايك كريم زينون بسدد الزينون، الريباوند لمين كمان؟ هجوم للفريق الرياضي. كيفن مورفي بسهولة بسجل. كيفن مورفي دقيقة و45 ثانية، 30 نقطة لكيفن مورفي بأول مباراة لإله. بيكون من اللاعبين يلي بسجلوا 30 نقطة وممكن أكثر. 22 ريباوند لكليف الكسندر. انطوني فادي 23 ريباوند ل 14 10 22. جارد شو لاعب عمان من السابق ب 28 11 22 كمان 23 ريباوند. رالف عقل والريباوند ما راح يكون لصالح كليف الكسندر. بيكسر الطابه دقيقة و15 ثانية. هاي عم يعطي كيفن مورفي ميد ريج شوت. رالف عقل على الديفنسيف ريباوند. علي مزر جمهور الحكم بدأ يحتفل بفوز فريقه على حساب الرياضي. علي مزر بيخترق السنيك بسجل. السنيك بسجل نقطه التاسعه مع 10 تمريرات حاسمه. بده نقطه ليعمل دبل دبل. وائل المدرب غطاس بيقترب من جهاز الفني لفريق الرياضه وبيسلم عليهم. تسديده ثلاثيه كمان ما بتنجح. ريباوند هجومي لصالح فريق الرياضي. وائل عراقشي كمان ما بيسجل. 23 ريباوند 23 ريباوند لكليف الكسندر. بيعدل لك اعلى رقم ريباوند بستبق بطولة لبنان. وفريق الحكمة عم يفوز على فريق الرياضي بالنقاء ال 131 بنتيجة 86 62 بفارق 24 نقطة. الحكمة عم يقدر يفوز على فريق الرياضي. مباراة كبيرة قدمها، مباراة كبيرة قدمها فريق الحكمة على حساب فريق الرياضي. وبسرعة رح نبلش المقابلات وبداية مع المدرب جو غطاس. كوتش يعني تحضير مخيف، يعني 62 نقطة أمام أفضل فريق بسجل نقاط بالبطولة اللي هو فريق الرياضي 94 نقطة. بتصور آخر شيء يمكن صار فيه شوي ارتخى بفريق الحكمة. شو اليوم الفرق من وين عملته؟ يمكن أول مرة رياضي بحط 62 ضد الحكمة. مضبوط هاي عندك يعني هلا أنا بس هيك لأنه 131 جيم بدها وقت. ليك إصابة باتريك أثرت علينا. جربنا نحضر بغير طريقة مثل عم تشوف. جربنا كل مرة الطابة عم تروح على البوست عم نعمل سويتشات. كنا محضرين كثير منيح، تمرنا كثير منيح، كان عندنا إصرار من أول نهار بغزير ما رح نخسر. بغزير ما بنخسر. عندك فوز هالموسم، عندك هيك جمهور ما بتخسر بغزير. ورح ارجع اقول لك عم نلعب مع الكل، نحن كل جيم المفروض بدنا نربحه. تورن اوفر يمكن ما كان عندنا كثير كمان. ماشي انتم يعني انتم عم تعملوا فرق بكل جيم بالتورن اوفر وبالسبيد. عم تقدروا تعملوا فرق على كل فريق. بس في شغله
نقط بالبينت 50 نقطة سجلته اليوم بالبينت عند فريق الرياضي بالمباراة السابقة أمام فريق بيروت 60 نقطة كمان. ليك عم ندافع كتير منيح وعم نركض. عم تاخذوا فاست بريك. بس المشغلة المحسنة على السيت أوفرز عم نلعب أحسن، هيدي ما كان عم إياها أول سنة. وما بدي أحكي شيء أبداً. بعتقد نادي الحكمة رايح لكتير بعيد، أول مرة بحكي هالشيء وأنا بس قلت للعالم يطولوا بالهم، بدهم يطولوا بالهم، هذا سيرجيو درويج للشيخ، هذا سيرجيو اللي بنعرفه، ما بدي سيرجيو بوبو، رودي الحجموسة، ثلاث نقط، علي منزل ما من كيروين، كليف، عزيز، بوبو، ما بدي الياس سبع لي، جون مارك جروش، ما بدي أنسى ولا واحد، ما بدي أنسى ولا واحد، بعتقد كتر خير الله وثانكيو على كل شيء لكم. كوتش يعني بالترتيب لخبط كل شيء هلا، يعني أنت صرت يا أول يا ثاني أول يعني إذا بيخسر فريق دينا مع مين؟ عم بحكي أنا منطقيا أكيد يعني عم بحكي حسابيا بعد في مجال إذا دينا بيخسر أكيد مع عنده مع رياضة مع الأس إي أنا مش منتبه إذا ما بعتقد لازم يخسر مع الأس إي بس ما بتعرف هي 5-on-5 أنا بعتقد نحن انتو تاني يعني منطقيا تاني الا اذا خسرنا مع اونترانيك وليدرز ما بتعرف في مفاجآت على طول. طيب كوتش يعني انت اذا بقي اذا ما صار في مفاجآت انت رح تكون تاني رح تاخذ هوم كورت ادفانتج على الرياضي وعلى بيروت. نعم بالمراحل المقبله وبغزير شفنا اليوم قد ايه فريقك قد ايه جمهوركم قادر يعمل فرق. غياس انا ما قلت لك من اول نهار نحن ما عم نفكر بدنا هوم كورت ادفانتج بس سالتني بجيم بيروت هذيك الجمعه قلت لك عم ناخذ كل جيم لحاله كل جيم لحاله كتر خير الله على كل شيء بنضلنا نشتغل هيدا اهم شيء نحن لو ما عم نشتغل انت بتعرف ما كنا هون. مبروك كوتش جاتوزو بروح بسرعه على جاجا. مبروك لسيرجيو غياس تفضل مبسوط بيقول لي ميرسي بوكو شو بقول للجمهور يلي صوت لك انت اكثر واحد اخذ التصويت. سيرجيو كمان بدي اقول لك شغله انه انا باول مباراه كنت عم اقول انه الكيمستري اللي بنيتوها كثير مهمه وترجمت اليوم على ارض الملعب وشفنا حتى اوف ذا بنش اللعيبه عطوا كل شيء عندهم اياه. مزبوط يعني اول شيء كنا محضرين للماتش كثير منيح قدام هالجمهور الكبير يعني ما قدرنا نخيب له ما قدرنا نخيب له ظنهم الرياضي ربحونا بالمناره كنا ناطين ليرجعوا لعنا غزير الحمد لله لو وقفنا وقدرنا نلعب باسيت اللي احنا على طول بنلعبه وقدرنا نربح فرق كبير. كلمة لهالجمهور يلي أنا برأيي إله إيد بكل شيء صار اليوم. ما بعرف شو بدي أقول يعني وحيد الله ما بعرف أول مرة بحياتي بلعب قدام هيك بتشكرهم واحد واحد جمهور كتير كبير أكبر جمهور بلبنان بهدي الفوز لكل واحد منهم عن جد. ثانك يو مبروك سيرجيو يعني غياس ذهبنا الوقت بس عن جد تبعنا مباراة حلوة اليوم. أكيد جاجا بسرعة على مزر لأنه ما عندي وقت كتير اليوم كنت سنيك بكل معنى الكلمة. قد إيه محضرين هالمباراة لتقدر تفوزوا هالفرق الكبير على الرياضة؟ فول كريدتس فول كريدتس لكوتش جو ديمتريس جاد الكوتشنج ستاف هذا الوين لهم بس بكل صراحة الجمهور عطينا كتير قوة والحمد لله يعني قدرنا وي هاد تو ديليفر لأنه هيدا هوم كورت غياس هيدا غزير اللي بيجي لهون بده يفكر أكثر من مرة أرجعنيهم إنه ما حتكون هينة على مين ما كان دينامو رياضي بيروت whoever is gonna come here is gonna suffer والحمد لله we showed up big time وقدرنا نربح مش فرق قليل عملنا statement اليوم بعتقد. انا بدي اشكرك اكيد علي بدي اشكر كل مشاهدي ام تي في واس بي اي اللي تابعوا معنا المباراه بلتقنا احنا وياكم بكره على 5:45 من زحله من منطقه كساره اطلس على ارضه بيستضيف هومنت من مباراه صدقوني كثير مهمه تابعوها بكره بنلتقى الى اللقاء.